السلام عليكم. نشوفوا في هذا الفيديو تمارين حول المثلثات الثلاثية ووسط القطعة. ناخذ التمرين الأول. السؤال الأول: هل يمكن رسم المثلث طول أحد أضلاعه 7 سنتيمتر ومحيطه 12 سنتيمتر؟ علي جوابك. إذن الحالة الأولى عندنا يمكن رسم مثلث طوله أضلاعه 7 سنتيمتر. ناخذ ABC نسميه هو هذا المثلث، أحد أضلاعه نسميه، ناخذ أب بي مثلا تساوي 7 سنتيمتر، أحد أضلاعه نكون مثلث أ بي سي بي سي بحيث أب بي تساوي 7 سنتيمتر. يمكن لي ناخذ بي سي تساوي 7 أو أ سي تساوي 7 سنتيمتر، ما عندناش مشكل في هذا التسميت. ومحيطه، إذا محيط المثلث، عندنا محيط المثلث شنو هو؟ هو مجموع أضلاعه، هي أبي زائد بي سي زائد أ سي تساوي 1AB زائد AC زائد BC تساوي 12 سنتيمتر. إذن قلنا هل يمكن رسم مثلث؟ باش يمكننا رسم مثلث خص يكون الخاصية الأولى شنو في الطرس؟ خص يكون أولا AC زائد BC أكبر من AB، و ونسطر على و، ا بي زائد ا سي كبر من بي سي، و ا بي زائد ا سي زائد بي سي يكون كبر من ا سي. دونك هاد الشروط خصهم يكونوا بثلاثة متوفرين باش يمكن لي نشو يمكن لي رسم مثلث ولا لا. إذا عندنا هاد الخاصية، عندنا ا بي تساوي 7 وعندنا المحيط يساوي 12. إذا عندنا ا بي غنعوضوها، ا بي زائد ا سي زائد بي سي تساوي 12، غنعوضو ا بي اللي هي 7 زائد ا سي زائد بي سي تساوي 12. إذن بغينا نحسبو ا سي زائد بي سي هي 12، و 7 ردونا هنا غتبدل الإشارة تولي ناقص 7، إذن تساوي 5. إذن ا سي زائد بي سي تساوي 5. إننا جينا نعوضنا، عندنا ا سي زائد بي سي، ا سي زائد بي سي تساوي 5، هنا ا بي ماشي ا سي تساوي 5، وهنا عندنا ا بي تساوي 7. دونك 5 ليست اكبر من 7، اذا هذا الشرط 5 اصغر من 7 وليس اكبر من 7، اذا الشرط ما تحققش، اذا لا يمكن رسم المثلث. الحاله السؤال الثاني بنفس الطريقه كنخرجوه. نزول السؤال الثالث. السؤال الثالث: هل يمكن رسم مثلث متساوي الساقين وطول قاعدته 5؟ دونك اصلا متساوي الساقين طول قاعدته ومحيطه 11 سنتيمتر. اذا المثلث متساوي الساقين، هنا بي هنا سي، دونك مثلث متساوي الساقين مثلا في أ شنو معناتها؟ قلنا أن AB تساوي AC، دونك مثلث متساوي الساقين، دونك BC تسمى قاعدة و AC AB تسمى الساقين. إذا في هذه الحالة لكن متساوي الساقين في A، يعني AB
أسي متساويين، هذه واحد، وطول قاعدته 5 سنتيمتر. دونك قاعدة في هاد الحالة عندنا هي بي سي، دونك بي سي تساوي 5 سنتيمتر. هنا يلا كنقرا كنجمع من المعطيات من السؤال. ومحيطه شنو قلنا؟ المحيط مثلث ا بي سي هو ا بي زائد ا سي زائد بي سي تساوي 14 سنتيمتر. قالك هل يمكن هنا ناخذ من دم المحيط؟ عندي ا بي زائد ا سي زائد بي سي تساوي 14. هنا شنو عندي؟ عندي هنا ا بي تساوي ا سي، دونك نعوض هنا، دونك تولي لي ا بي زائد ا سي تساوي ا بي، دونك نعوضها ب ا بي زائد بي سي تساوي 14. إذن ا بي زائد ا بي هي جوج ا بي زائد بي سي تساوي 14. إذن جوج ا بي تساوي زائد بي سي اللي هي 5 تساوي 14. إذن ا بي تساوي جوج ا بي تساوي دونك 14 نقصو منا 5، 5 ردو لي كتبدل الإشارة ديالها. إذن جوج ا بي تساوي 7، إذن ا بي تساوي 7 على جوج اللي هي 3.5 سنتيمتر. هنا حصلنا على ا بي، هنا حصلنا على ا بي، وعندنا ا بي تساوي ا سي دونك تساوي 3.5، و بي سي تساوي 5. إذن عندنا ا بي تساوي ا سي تساوي 3.5 سنتيمتر، و بي سي تساوي 5. إذن غنشوفو المتفاوتات. نشوف ا بي زائد ا سي نقارنها مع بي سي، دون ا بي زائد ا سي، ا بي زائد ا سي 3.3 سبعة، بي سي تساوي 5. إذن متفاوتة الأولى صحيحة. ندوز للثانية، عندي ا بي زائد ا سي مقارنة مع بي سي، ا بي تساوي 3.5 زائد 5، هنا 3.5، إذن هادي تساوي 7.8.5، هنا 3.5، إذن 8.5 كبر 3.5، إذن هاد المتفاوتات هي صحيحة، هادي صحيحة وهادي صحيحة. ندوز للمتفاوتة الثالثة، عندك بي سي زائد ا بي زائد هنا زائد بي سي كبر من ا سي، هنا بي سي زائد ا سي كبر من ا بي. هنا كنا على السؤال، نشوف بي سي تساوي 5 زائد 3.5، هنا 3.5، إذن هنا عندي 8.5 وهنا 3.5، إذن متفاوتة، إذن 8.5 كبر، إذن المتساويات صحيحة. إذن بما أن عندنا هادي وعندنا هادي وثلاثة، إذن المتفاوتات كاملين صحاح، إذن يمكن رسم المثلث. شوفوا تمرين جوج. إذن تمرين جوج كيقول ا بي سي مثلث متساوي الساقين، اثبت انشئ مستقيم دلتا وسط القطعة بي سي، اثبت ان ا تنتمي الى دلتا لوسط القطعة، ارسم
النقطة M منتصف قطع أبي، أثبت أن MC هو وسط القطع أبي. إذن أول حاجة معطيات عندي ABC مثلث متساوي الأضلاع. شنو معنات ABC متساوي الأضلاع؟ يعني AB تساوي AC تساوي BC. هذه نديروها في راسنا مزيان. مثلث متساوي الأضلاع هو AB تساوي، يعني رسمناها هنا بشكل تقريبي، يعني A هنا C هنا B، يعني AB تساوي AC تساوي BC. قال لك انشئ المستقيم دلتا وسط القطعة بي سي. باش ننشئ وسط قطعة بي سي اللي هو بي سي، اذا كنقسم القطعة على جوج، كنديروا العمودي عليها، اذن هنا عندنا زاوية قائمة، دونك هذا هو دلتا. لاحظتوا في الشكل ان أ كينتمي للدلتا، هو قال لك بين ان أ ينتمي الى الدلتا، هو كينتمي في الشكل ولكن خصنا نبينه بالبرهان. باش تكون النقطة تنتمي الى دلتا اللي هو وسط القطعة، اشكال لاحظوا عندنا مثلث لدينا ABC مثلث متساوي الأضلاع، يعني أن AB تساوي AC. إذن A كتبوها هكا، إذن A تنتمي إلى دلتا وسط القطعة BC. ما أن AB تساوي AC فإن تنتمي إلى وسط القطعة BC. وهذه شفنا خاصية في الدرس. سؤال ثلاثة، قلك أرسم M نقطة منتصف AB. M منتصف AB، دونك هي اللي كتقسم القطعة AB على جوج، هي M. قالك أثبت أن المستقيم MC هو وسط القطعة AB. إلا رسمنا هنا الوسط، المستقيم هذا اللي سموه MC هو وسط القطعة AB. باش كيكون مستقيم وسط قطعة، إذن لدينا عندنا AC تساوي BC، إذن C تنتمي لواحد المستقيم MC، إذن C تنتمي إلى المستقيم MC. ستنتمي إلى المستقيم MC وسط القطعة AB. و عندنا M منتصف القطعة AB، M تنتمي إلى المستقيم MC وهي منتصف القطعة AB.
ندوزو للتمرين الثالث. ارسم سي دائره، السي دائره مركزها او شعاعها ار. انا ارسم سي دائره مركزها او، الشعاع ديالها هو ار صغيره، ده هو المركز او. ثانيا، هذا اولا. ثانيا ارسم ام و ان نقطتين مختلفتين تنين الدائرة، نقدر نرسمو فيما بغيت. ناخد ام هنا وناخد مثلا ان هنا، هي النقطة ان، نقطة ام نقطة ان تنتمي الى الدائرة. قد ناخد هنا ام هنا ان هنا ام هنا ان، يمكن أن نأخذها في أي بلاصة بغيت. سؤال ثلاثة، أثبت أن أو تنتمي إلى دلتا وسط القطعة أم إن. رسم القطعة أم إن، هذه هي القطعة بشكل تقريبي. بشكل تقريبي القطعة MN، نبين أن O تنتمي إلى وسط القطعة MN. باش يمكن O اللي هو دلتا، إذن دلتا وسط القطعة MN. شنو قالك؟ بين ان ام تنتمي الى دلتا. باش يكون نقطه تنتمي الى وسط القطعه ام ان، كاين شرط واحد، خص تكون المسافه او ان تساوي المسافه او ام. اذن لدينا ام تنتمي للدائره، دائرة سميناها سي، دائرة هي سي، مركزها او. عندنا شنو يمكننا نستنتجو من هنا؟ يمكننا نستنتجو ان او ام تساوي ار. بما أن M تنتمي فإن O M تساوي R اللي هو الشعاع، و أثناء N تنتمي إلى دائرة C مركزها O، إذن O N تساوي R. إذن لجمعنا هادو بجوج، شنو غنسنجو؟ أن O M تساوي او ان. then او ام تساوي او ان، هنا او ان، و دلتا عندنا وسط القطعة ام ان، اذن او تنتمي الى دلتا وسط القطعة. هذه خاصية من خاصيات ديال الدرس. إلا كانت نقطة مقارنة مع شنو نقولها، إذن نرسم وسط القطعة. وسط القطعة هو اللي كيمر من المنتصف، نقسمو هادي على جوج، إذن هادي تساويين، وهي مرة العمودية عليها. ناخد لون واحد آخر، ناخد لون قوي، ده شكل تقريبي، ده هو دلتا.
المستقيم دلتا يقطع سي في النقطة E. و F ناخد هذه هي E. دونك هذه هي E وهذه هي F. إذن السؤال: ما هي طبيعة كل من المثلثين M E N؟ رسم هذه المثلثين M E N. هذه المثلثين المثلث وهاد المثلث السؤال 4 كان لك ما طبيعة المثلثين ناخذ مثلث M E N M E N لدينا شنو لدينا هنا E تنتمي إلى دلتا ودلتا وسط القطاع ام ان اذن او ام تساوي او ان يعني من هنا لهنا تساوي من هنا لهنا عندنا او ام تساوي او ان إذن كنا نقولو مثلث M E N متساوي الساقين في E يعني متساوي الساقين يعني E M E N متساويين شوفوا المثلث مثلث M F N M F M F N بنفس الطريقة كما شفنا سميتو عندنا عندنا F تنتمي إلى دلتا ودلتا وسط M N إذن E F M تساوي F N F M تساوي F N إذن مثلث M E N متساوي M F N تساوي الساقين في F هكذا نكون جاوبنا على التمرين نتمنى تكون هذه السلسلة التمارين فاتكم ولكن عندكم شي تساؤل شي حاجة اكتبوا لنا في الكومنتار نتلاقاو في درس او التمارين الجايين او نتلاقاو في التمارين الجاي ان شاء الله في تمارين الدرس الجاي إن شاء الله تهلاو في راسكم السلام عليكم